كابتن سيد عبد الحفيظ عقد اجتماع مهم مع الخماسي العائد. الحقيقه اللعيبه المعاره محتاجه نقف عندها شويه، لانه الناس وهي بتتكلم في الصفقات عايز اقول لكم لو الاهلي بيدور على صانع لعب السنه دي في الدوري المصري يدعم بيه، ده كابتن محمود الخطيب مع بدر بنون بيرحب بيه. شوفوا بقى سعاده اللاعب المغربي وهو بيشوف الكابتن الخطيب في ملعب التتش، بيرحب بيه وبيشد من ازره وبيتمنى له التوفيق مع الفريق. بدر بنون حضر جانب من التمرين من المدرج وان شاء الله هينتظم في التدريبات مع زمايله استعدادا للموسم اللي جاي. لكن زي ما بقول لكم فكره الاعارات، شوفوا لو النادي الاهلي بيدور على تدعيم للتلت الهجوم السنه دي هيجيب مين وبكام؟ شوفوا ناصر ماهر لو النادي الاهلي عايز يشتريه او محمد شريف. ليه بقول لكم الاثنين دول وصلاح محسن واكرم توفيق الاربعه، شوفوا لو الاهلي عايز يدعم كل خط، عايز يدعم الفرود عنده محمد شريف وعنده صلاح محسن، صانع اللعب عنده ناصر ماهر، لاعب الوسط المدافع الجوكر اللي ممكن يلعب رايت ويلعب سيرد باك وممكن ومركزه الاساسي في الهاف ديفندر اكرم توفيق. ده دور لجنه التخطيط اللي اعتقد كل منصف لازم يحييها على هذه الفكره في التعامل مع اللعيبه الكويسه اللي ما عندهاش فرصه في المشاركه الاساسيه. انت بتبدا تدي اعاره وبتبدا تتابع الناس وبتبدا تشجع الناس، مش معنى ان اللعيب انت خرجته اعاره زي شادي رضوان او زي محمد فاخر اللي راحوا البنك الاهلي مع محمد يوسف انت ما بتهملهمش، انت بتديهم فرصه ياخدوا ساعات لعب اكتر، ياخدوا خبره ملعب اكتر، يجهزوا بشكل احسن، عندك مراكزهم فيها زحمه، ياخدوا الفرصه يلعبوا بره، ياخدوا الخبرات الكافيه، يرجعوا جاهزين. فيد واستفيد. والحقيقه فكره الاعاره فكره رائعه جدا لكل الانديه، لانه مبدئيا للنادي اللي عنده لعيب ما عندوش فرصه كافيه للمشاركه دلوقتي بيعيروا النادي، اعارته النادي هتدي له فرصه كبيره جدا انه النادي اللي اعير ليه خد لعيب كويس بفلوس قليله ما غرمش حاجه كتيره، وفي نفس الوقت استفاد من الكفاءه الفنيه للاعب. النادي صاحب اللاعب ما فرطش في لاعب محتمل عنده له قدرات جيده جدا بس عايز يلعب. اللاعب ما قعدش على الدكه فتره طويله في النادي بتاعه ومستواه تراجع وزهق وييأس و و و، لا خد فرصه انه يروح يلعب. هو ده. لو توسعنا انا استغربت ان الاتحاد رجع قلص العدد في الاعارات لخمسه. ورجع فتح الحق ان اللاعب المعار لنادي يشارك ضد ناديه، وبرافو عليه ان عمل كده الحقيقه. كنا اول من اشار للمساله ديت هنا في ملك وكتابه، لو تفتكروا لما نادي الزمالك اعار بعض اللعيبه حط في العقد بتاعه انه ما يلعبوش ضده. وقتها كانت اللعيبه المعاره من النادي الاهلي بتلعب ضده، لان الاهلي ما كانش كتب ده في العقود بتاعته من 3 سنين تقريبا او 4. وطلعنا قلنا يا جماعه ده كلام مش صح، ما فيهوش تكافؤ فرص، اما ان انت تشيل البند او تمنحه للجميع. كان النادي الاهلي في الموسم التالي حط البند شانه شان الزمالك وشان بقيه الانديه اللي بتعير لعيبه وتشترط على النادي المعار اليه اللاعب انه ما يلعبش ضده. اتحاد الكره السنه دي شايف ان ده كلام يتنافى مع مبدا تكافؤ الفرص، وان انت اعرت لاعب ما دام اعرته يبقى له الحق انه يلعب ضدك او ضد اي فريق. فرفع هذا القيد وده توجه جيد جدا. اللاعبين المعارين زي ما قلت لكم بيمثلوا قيمه مضافه جدا للنادي الاهلي. قيمة مضافة هتشوفوا تأثيرها السنة الجاية، إذا كان مع صلاح محسن، إذا كان مع ناصر ماهر، مع أكرم توفيق، مع محمد شريف، دي عناصر مهمة جدا، ومحمد شريف بالذات شفنا تأثيره كلاعب دولي مع المنتخب، وهتلاقي بقية اللعيبة تباعا. شفنا ناصر ماهر وتأثيره مع المنتخب الأولمبي. شيء مؤثر جدا وشيء رائع لصانع اللعب اللي تقل قوي. ناصر ماهر انه مع زمايله شفتوا احمد ياسر ريان مع المنتخب الاولمبي عناصر مهمه جدا بيكسبوا البرازيل. المنتخب الاولمبي ابناء شوقي غريب لاول مره فريق عربي يكسب البرازيل
في اي مباراه رسميه وديه هامشيه جانبيه، ما لعبناش مع البرازيل حتى على الرمل وكسبناها. احنا النهارده بنكسب البرازيل ونصر ماهر يبان له هذا التاثير واحمد ياسر ريان يبان له هذا التاثير وبقيه لعيبه الاهلي المعارين في كل الانديه اعتقد شفتوا قوتهم ومستواهم. كابتن سيد عبد الحفيظ اجتمع مع محمد شريف النهارده عشان يحط له بعض الخطوط بتاعه المرحله اللي جايه ويتفق على سياسه الفريق بعد انتهاء الاعاره، وزي ما قلت لكم كله كان بموافقه مستر بيتسو موسيماني، والراجل ده الاهلي مرزق فيه، مرزق بجد.